بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في التمريض والطب. دوالي الساقين، وهو يسمى الكسور الوريدي المزمن في الساقين، ويوجد في الساق نوعان من الأوردة، أوردة عميقة بديت بتمشي بمحاذاة الشرايين، وأوردة سطحية بتمشي فوق العضلات وتحت الجلد، وتحتوي على صمامات أحادية الاتجاه، يعني بتسمح للدم ان هو يسير من الاسفل الى الاعلى في اتجاه القلب ولا تسمح برجوعه. في حاله دوالي الساقين الصمامات دي بيحصل لها اتساع والدم بيطلع منها وبيرجع تاني من خلال الصمامات دي، فبالتالي الاورده بتتسع وبيحصل دوالي الساقين. بتنشأ دوالي الساقين بسبب خلل في نظام تصريف الدم الوريدي من الأسفل إلى الأعلى باتجاه القلب، ويؤدي إلى تراكم الدم في أوردة الساق ويرتفع الضغط في الجهاز الوريدي وتتسع الأوردة السطحية. علاج: الإكثار من المشي وعدم الوقوف لفترات طويلة، وبنرفع الساقين وبنخلي المريض يلبس ضمادات او جوارب او رباط ضاغط لمنع تراكم الدم او السوائل، والحاجات دي بيلبسها قبل ما بينزل من الفراش او السرير. لو كان المريض عنده سمنه بنخليه يتخلص من السمنه، وممكن يعمل عمليه جراحيه بسيطه لاستئصال الاورده التالفه، وفي بعض المواد ممكن تتحقن في الاورده أو استعمال موجات الراديو وغيرها من المواد، وبنخليه يقلل كمية الملح من الأكل.